في سؤالها الثاني تقول: أسأل عن القسمة والنصيب في الزواج، هل الزواج قسمة ونصيب أم أن الفرد هو الذي يحدد ويختار شريك حياته؟ وهل العبد يكون السبب في الرفض؟ حيث يقولون إن العبد هو السبب، وإذا تأخرت البنت في الزواج ووصل عمرها إلى 35 سنة أو 40 سنة فما فوق ولم تتزوج، فهل لذلك علاقة بالقسمة والنصيب أم لا؟ لا شك أن الزواج أنه قسمة من الله سبحانه وتعالى وقدر مقدر، ولكن على العبد أن يبذل الأسباب فيتحرى الزوجة صالحة، وكذلك على ولي الزوجة أن يتحرى لها الكفء الصالح، هذا من بذل الأسباب. وأما عاقبة الأمور وحصول الوئام بين الزوجين أو الاختلاف فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله. وأما المرأة أو وليها أو الزوج إذا بذلوا الأسباب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعلوا ما أمروا به وما يستطيعون، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الغالب بإذن الله أنها إذا بذلت الأسباب وعمل بالسنة أن الله يوفق الزوجين الزوجية الصالحة والمعاشرة الحسنة. نعم.